الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام الله أعمالكم إن شاء الله. قال الله العظيم كتاب الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. هناك أربعة سور تبتدئ بهذه الكلمة، بكلمة قل. في القرآن الكريم هناك أربعة سور تبدأ بكلمة قل، وهي سورة قل هو الله أحد، وسورة قل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق، وسورة قل يا أيها الكافرون. هذه أربعة سور. والذي يلفت النظر أن الله عز وجل حينما يخاطب النبي يقول له قل، والنبي ينقل نفس الكلمة، يعني الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلينا، لكن النبي لا يغير. ليس من حق النبي أن يرفع كلمة أو يضيف كلمة، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. إذا يريد يضيف شيء ويأخذ شيء، ولهذا القرآن ليس كما يدعون أنه القرآن هو من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان من تأليف لماذا يقول قل؟ لا معنى في لها. إذا واحد هو يألف شيء ثم يقول قل، ليس له معنى. على أي حال، هذه السورة كما ذكرنا أمس سميت سورة التوحيد. لماذا؟ لأنها تتضمن عقيدة التوحيد، خلاصة التوحيد، والتوحيد هو الأساس الأول في ديننا. هو إحنا عندنا ثلاث أشياء في الدين. الحديث، القرآن كله تقريبا مبني على هذه الأشياء. الكلام عن الله عز وجل، وعن الرسالة، عن النبي، وعن المعاد. هذه الأصول الثلاثة طبعا، لأن العدل والإمامة هي تبع، لكن الأساس هو التوحيد ثم النبوة والمعاد. والقرآن يتكلم عن التوحيد، خلاصة هو سورة التوحيد تكلم عن هذا الموضوع خالص، ولذلك سميت سورة التوحيد لأنها تضمنت هذا المعنى، موضوع التوحيد، وهو من أساسيات ديننا. الشيء الثاني سميت الإخلاص أيضا. لماذا يقولون أنه سميت الإخلاص؟ لأن الذي يتمسك بها، بهذه الحقائق ويحملها كما هي، فسوف يكون مخلصا في إيمانه ويكون ناجيا عند الله عز وجل. المخلص، الإنسان الذي يلتزم بهذه الأشياء التي ذكرتها السورة المباركة، وأنها سبيل، يعني التزام الإنسان بمعاني التوحيد هي السبيل الوحيد للخلاص. هذا من التفسيرات التي يعني ذكرت في هذا المعنى. قلنا أمس أن هذه السورة هي من أسمائها أنها نسب الله عز وجل، لأن المشركين أو اليهود سألوا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه صف لنا أو انسب لنا ربك، لأنهم متعلمين كل شيء ينسبوه أنه فلان ابن فلان إذا كذا، فيصوروا أن الله مثل ما الناس يعني. وهذا التفكير حتى اليوم موجود، يعني في كثير من الناس يظن بأن الله عز وجل يعني يقاس كما الإنسان يروح الآن في بالمدارس هنا مثلا، يأخذون بعض العناصر في الكيمياء فيعرف أنه هذا العنصر يتكون من فلان شيء، يحلل العناصر إلى عناصر الأولية مثلا، أو يضيف عناصر جديدة طريقة تحليل وتركيب مثلا، أو يأخذ شيء من الرياضيات، من المعادلات الرياضية، معادلة يحلها مثلا. هاي طريقة معروفة، ومن خلالها يتعرف يتعلم. يظن بعض الناس أن الله عز وجل نفس الشيء، بنفس هذه المنهجية يمكن أن نعرفه. وذكرنا أمس هذا الأسلوب خاطئ، لأن الله تعالى لا يقاس بمخلوقاته، كفرق كبير، يعني لا قياس أصلا، لا قياس. أنه الإنسان أين هذا العقل القاصر عن أنه يحيط بالله عز وجل؟ ولهذا لابد الإنسان أنه لا يطبق هذا المنهج على
مخلوقات الله عز وجل، على الله عز وجل، مش على فضلا عن الله. الآن بعض الناس يسألوا عن الله، نحن أمرنا بأن نفكر في مخلوقات الله، لا نفكر في الله، لأنه يضيع الإنسان، يحير الإنسان. الآن أجلس في خمس دقائق أو دقيقة واحدة وفكر، قل شو هو الله؟ من هو الله؟ كيف؟ يعني تحير الحقيقة، الإنسان يحير ولا يجد جوابا. ولهذا هناك نهي عن التفكر في ذات الله، لأن احنا نفكر بالماديات. لما نقول الله عز وجل نتصور أنه ملك مثلا أو كرسي، لما نقرأ خصة لما نقرأ الكلمات التي هي توحي بهذا، مثلا وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني مثل كرسي كبير في واحد جالس عليه مثلا، هيك نفكر. والحال أنه هذه الكلمات حتى تقرب لنا، وإلا هي عاجزة، حتى الكلمات عاجزة أن تقرب لنا معنى الله عز وجل. ولهذا الله تعالى هو الذي عرف نفسه في هذه السورة لما سألوا من ما هو نسبه. يعني مثل واحد يروح الآن يسوي جنسية، يقول من هذا؟ يقول فلان ابن فلان. طيب يسألون ما هو نسب الله؟ النبي لم يقل له من هو، وهو نبي وهو يوحى إليه. وهذا درس جدا مهم لنا نأخذ نقف عنده، أنه الإنسان إذا كان شيء ليس من شغله لا يحق له أن يتدخل به مهما كان. إن شاء الله يكون رئيس، إن شاء الله يكون ملك، إذا شيء لا يعني ليس النبي على عظمته سألوه، طيب من هو نسب الله؟ شو هو نسبه؟ الله منين؟ من أي عائلة؟ أي عشيرة؟ أي ضيعة مثلا؟ هيك فكروا يعني. فسكت النبي، انتظر عدة أيام، تقول الكتب تفسير انتظر عدة أيام ولم يجبهم، وهذا تحدي يعني، لم يجبهم. الإنسان لما يسأل ولا يعرف فليقل لا أعلم، ولا يستحي أحدكم أن يقول إذا سئل عن شيء أن يقول لا أعلم إذا كان ما يعرف، مضمون الرواية ليس عيب. ولهذا الذي يترك قول لا أدري، يقول إمامنا علي سلام الله عليه، من ترك قول لا أدري أصيبت مقاتله، إلا ما يوم الأيام يقع فيها. دائما يجاوب، وهذه في كثير من الناس مع الأسف، تسأل سؤال فقهي يجاوب، سؤال علمي يجاوب، سؤال شرعي كذا، سؤال بالعلم بالمعلومات كل شيء يعرف يعني، وهو الدليل أنه لا يعرف شيء. الذي يجيب عن كل شيء أنه الدليل أنه ما يعرف شيء. حتى العالم الآن كثير مراجع كبار إذا سأل سؤال شرعي يفتح الرسالة اللي هو كاتبها، يفتحها ثم يجاوب وكذا طلعت يعني، لأنه الإنسان ما عنده يعني مو عقل كمبيوتر حتى يرسم يسوي السيرش مثلا. يمكن عند الإنسان قدرات أكثر من كمبيوتر أكيد يعني، لكنه معلومات تنسى، معلومات تأتي إليه جديدة، وهكذا في صراع الإنسان دائما يوميا. فمو عيب يفتح كتاب ويجاوب، ليس عيب في هذا ولا نقص. وبغير ذلك يفتضح الإنسان. يقولون في قصة لطيفة أن أحدهم كان رجل يدعي العلم في بعض الضيعة يعني، وهذا موجود في منطقة وليس فيها ناس متعلمين يمشي عليهم. فأي مسألة قال لهم أي شيء يخطر بذات ذهنكم أنا عندي الجواب. فرديهم جاءوا ورتبوا إلى مقلب، قالوا خلنا نسأل الشيء مش موجود أصلا من ذهننا يعني. قالوا ما معنى الخشن فكار؟ كلمة لا معنى لها. قال هاي بسيطة ما تعرفوها؟ قالوا كيف؟ قال هذا نبات يطلع باليمن ينطو إلى الناقة حتى يحتبس الحليب في ضرعها حتى تبين أنه بها حليب. كذب عجيب يعني من جيبه. ثم قال لهم الشاعر يقول كذا، جاب شعر، ثم قال لهم يقول النبي أيضا عنده حديث عن الخشن فكار. يقول لما وصل للنبي قال ويحك أيها الكاذب، بعد كذبت على العرب وكذبت على الشعراء، بعد قف إلى هنا قف، بعد كذب على النبي أيضا. فالإنسان لما يجاوب مرة واثنين لما بعدين يفتضح، بعدين يقع في الفخ. فلذلك أول درس نأخذه أن الإنسان حتى لو بلغ درجة النبوة لا يجيبهم، سألوه لا يعرف. فلم ينتظر جبرائيل لما جنزل عليه قال لهم هذه الآيات الكريمة، قل هو الله أحد إلى آخره. هذا أول شيء.
من المعاني المهمة ذكرناها أمس معنى الصمد، الله الصمد، وقلنا الصمد الذي يصمد إليه، يرجع إليه، لا يحتاج إلى الناس. طبعا ذكرنا أمس معنى الأحد، وقلنا فرق بين الواحد والأحد بشكل مجمل أشير لها، أنه الواحد الذي له ثاني. لما أقول والله في الواحد أجاني، يعني شو معنى في واحد ثاني احتمال يجي، في واحد ثالث احتمال. لما أقول أحد يعني لا ثاني له أبدا، هذا أول معنى ذكرناه. وذكرنا أيضا معنى ثاني لأحد هو الذي لا تركيب له، يعني غير المركب، لأنه قلنا الإنسان مركب من قطع، من أجزاء، من أعضاء، والله عز وجل ليس عند هذا الشيء إطلاقا. فهو أحد، وهذا صار معنى في الفلسفة، أنه يقال أحدية، الأحدية الصمدية مثلا، الصمد الذي يرجع إليه والذي يحتاجه الناس ولا يحتاج إلى أحد من الناس. هذا معناته الله الصمد، يعني كل واحد بحاجة إليه. كل تخيل أي واحد بالدنيا مو بحاجة لله عز وجل، أي واحد، والله ليس بحاجة إلى أحد إطلاقا. طبعا هناك كلمات لكن ليس معناها هو هذا المعنى، يعني معنى التأليه، قد يكون بعض البشر يطلق عليهم هذا المعنى لكن ليس بمعنى اللي أقصده. مثلا لما سئل الخليل الفراهيدي عالم العروض المعروف، قالوا ما دليلك على أن علي عليه السلام هو الإمام؟ قال دليل واضح، احتياج الكل إليه واستغناؤه عن الكل دليل على أنه إمام الكل. الله طبعا الكل مش معناته الله عز وجل، أعوذ بالله، لا يفهم منها هذا المعنى. خليل كان من العلماء الكبار، لكن فعلا هل تتصور أن واحد من الناس الإمام علي يحتاج إلى من الناس؟ طبعا إلا النبي، النبي هو أستاذه ومعلمه، غير النبي نقصد، لا أحد. كل الناس كانوا بحاجة إلى علمه وإلى ما عنده وإلى شجاعته وإلى خلقه وإلى كل ما عنده سلام الله عليه. فاحتياج الكل إليه واستغناؤه عن الكل دليل على أنه إمام الكل، معقولة واحد أقل من عنده؟ ولهذا بعض العلماء من السنة المعتزلة يقولون يجوز إمامة المفضول على الفاضل. صحيح الإمام علي كان أفضل من غيره من الصحابة، لكن دخلوا شيء معين، قالوا يجوز أن إذا واحد مفضول، عندنا مفضول وفاضل، يعني واحد فاضل واحد مفضول أقل أحسن من، يعني أقل منه، فقالوا يجوز إذا واحد مثل كان أقل من الفاضل يصير إمام عليه. هذا غير صحيح، غير صحيح، لأنه منطق الفطرة ومنطق الدين أيضا يرفض هذا المعنى. إذا كان الإنسان أفضل لا شك هو اللي يقدم، هذا منطق العقلاء. فالله الصمد الذي الناس هم بحاجة إليه، ولا تتصور أن أحد من الناس يستغني عن الله عز وجل. هذا معنى، ومعنى أن الله عز وجل الأشياء كلها، الأزمنة، الأمكنة، كلها بالنسبة إليه واحدة، فلا يفضل مكان على مكان، ولا يفضل شعب على شعب، ولا يفضل جنسية على جنسية، كما يقول الألمان كان يقولون نحن مثلا جنس كذا، دماءنا الزرقاء وإلى غير ذلك. هذه النظريات اللي جاء بها بعض الفلاسفة وقتل البشرية من وراءها، مسألة الطبقية، مسألة التفوق العنصر الأبيض على غيره، وإلى الآن يعني إلى الآن في 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 قمة الحضارة كما يقولون، إلى الآن الأسود، الإنسان الأسود لا ينظر إليه باحترام كما ينظر إلى يعني الأبيض. صحيح بالظاهر ما موجود، يعني القوانين تغيرت، ولكن الحقيقة هذه، الإنسان يبقى الذي لا يعرف تلت بالدين يبقى ينظر لهذا الإنسان ملون كما يقولون، ملون. فإذا الله عز وجل لما كانت كل الأشياء بالنسبة إليه سواء، إذا لا يفضل شعب على شعب، لا يفضل جماعة على جماعة، لا يقرب عائلة دون عائلة. الأشياء هو اللي عم اختار أشياء، اختار أزمنة، اختار أمكنة، كما اختار البيت الحرام، واختار شهر رمضان مثلا، واختار يوم الجمعة. هذه اختيارات الله تعالى هو الذي نسبها إليه وكان صار لها قيمة، وإلا بحد ذاتها لا قيمة لها. كما أنك الآن تشيل
ورقة وتطبعها عملة أموال قبل أن تطبع لا قيمة لها، لا فرق بينها وبين غيرها، فلما طبعت صارت أموال، صار لها قيمة، هذا شيء يسموه اعتباري. الله هو يعتبر، هو يقول هذا الإنسان هو خير الخلق، هو أفضل الخلق، هو الله اختار، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. واختار الكعبة مثلا هي أفضل البقاع، وأمر الناس أن يذهبون إليها ويحجون هناك، ولا فرق بين الحجارة اللي بالكعبة والحجارة اللي مثلا في مكان آخر من حيث الذات، يعني لا فرق. الله تعالى جعلها وكرمها، ولهذا نحن نقدسها على هذا الأساس. إذن هذا معنى مهم جدا، وإن قلنا من معنى التجريد أن نقرأ السورة بس هكذا وبين أن نطبقها بحياتنا، أنه ما في عندنا طبقية، ما في عندنا عنصرية، ما في واحد أفضل من الثاني، ما في هذا فلان ابن الست وهذا ابن الجارية، ما هو بالإسلام إطلاقا هو موجود. ويضعنا أيضا أمام شيء مهم، وهو أن الإنسان قيمته بما قيمته بما يقدم. اليوم هذا ينتصر لأنه حقق شروط النصر فانتصر. فلان يصل ليكتشف العالم، يكتشف الكواكب لأنه تعب، ونحن ما تعبنا، ما سوينا شغلنا، فصرنا اللي وراء حتى لو كنا مسلمين، حتى لو كنا من أقارب النبي، لا فرق، لا فرق. هذا المعنى ما موجود. حضارات كبيرة، الرومان غيرهم، وإلى اليوم حضارات كبيرة لا تعرف هذا المعنى ولا مستعدة أن تفهم هذا المعنى. عرب إلى الآن بعض الناس يحتقر مثل بعض الشعوب إلى الآن، سواء كان عرب وغير عرب. زين، فهذا المعنى خلينا نشعر بأن سعادتنا وشقائنا ليس قدر علينا. نعم، ليس قدر، مو أنه هذا أور فيت ما يقولون، والله أنا جيت عربي بالميدل إيست صرت هيك، لا، لأنه ما اشتغلنا ولأنه ما تعبنا صرنا هيك، لأنه هنا اشتغلوا وعملوا وصلوا إلى هذه الدرجات، ما لها علاقة. زين، فشقائنا وسعادتنا بأيدينا. قد تقول نحن ما عملنا شيء، ما قصرنا، الحمد لله. هناك تقصيرات، اليوم قبل 100 سنة، قبل 1000 سنة، هناك تقصيرات لا شك. وليش سلمان رضوان يقول أما والله لو وليتموها عليا لأكلتم من فوق رؤوسكم ومن تحت أرجلكم. لو جايبين قائد جيد مثل علي بن طالب سلام الله عليه لفتحت لكم أبواب وعنان السماء، السماء تنزل عليكم خيرها والأرض تطلع خيراتها وصرتوا أفضل الأمم. لكنه شو يسوي؟ هذا اختياره، هذا اختياره. طيب تقول شدار تنبنا نحن، هذا هو سنة الله في الكون هكذا قانون. مثل واحد الآن إذا شرب الخمر مثلا أو أعوذ بالله استعمل الأم استعمل أدوية مثلا في حملها، يجي الطفل مشوه أو يجي، صحيح؟ شيء طبيعي، هذا قانون، إن شاء الله تدعو به الدعاء. زين، نعم قد يكون يصير شيء آخر غيبي قد يحدث، لكن ما دام هناك في قانون ماشي، الأشياء الاستثنائية هذا ما نتعامل بها، نتعامل بالأشياء الأساسية. فلهذا هذه النقطة الأولى، أن الله تعالى جعل الناس سواء، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الله ينطل الأمريكي وينطل العربي وينطل المسلم وينطل غير المسلم واليهودي، كلهم ينطيهم ويجربهم يختبرهم. وجعل أيضا لنا خلق، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، من سخر لنا كل شيء وهيئ لنا كل شيء، ولكن علينا أنه نتعب ونبذل جهدنا حتى لا نصير في الهامش. النقطة الأخرى المهمة، علينا أن نكون أن نتعرف على الله عز وجل، وهذا هو المهم، ليس المهم أن نقرأ السورة بس، أن نتعرف على الله أكثر، لأنه المعرفة هي كما ذكرت أمس، المعرفة بالنسبة للإنسان المسلم ولغير المسلم إذا كان يعرف طبعا. المعرفة شيء أساسي مش ثانوي، هناك أشياء ثانوية في الحياة، أشياء أولية. الأشياء الأولية حتى تكون واجبة، يعني يجب الإنسان يعرفها، يجب يتعلم. واحد يقول لا أنا مو لازم أعرف الله، مو لازم، يضيع الإنسان مثل الطير أعمى وتزد تروح، وين يصل هذا الطير؟ الإنسان بدون معرفة الله عز وجل، إذا يعني صح المثال، كطائر أعمى يروح يسرع في هذا الكون لا يدري إلى أين. طبعا علينا أن نتعرف على الله عز وجل
وهذا له دور كبير حتى على عبادتنا. شوفوا الآن نحن نصلي ركعتين والإمام علي صلى ركعتين، كم الفرق بيناتهم؟ كم الفرق؟ هل هناك قياس؟ ما في قياس أصلا. هو يصلي ركعتين ويقول لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. يعني الآن لو أشوف كل شيء بعد هالعالم بعد هالعوالم ما يأثر علي، لأن أنا عندي يقين، يقيني بالله يقلني. ولهذا يصلي في صفين يضربون عنده السهام، هو يصلي زين. هاي صلاة، وصلاة صلاتنا احنا، صلاتنا يفكر يمكن بالأكل بالشغل بالبزنس، مئة شغلة هموم مشاكل كلها بالصلاة تجي. ليش؟ لأنه الفرق هو هذا، الفرق هو المعرفة، معرفة بالله عز وجل أعطت قيمة لصلاة حقيقنا بالطالب. قلة المعرفة عندنا، وأتكلم عن نفسي، أعطت لنا عدم انتباه، أما يحك بخشمه، أما يحك برأسه، أما يحك مدري برجله، وبعدين يصلي ما أدري ما يفهم شيء من أوله ولا من آخره. هذا شيء مهم جدا، ولهذا نحن علينا أنه نسقط هذه الحجوب، لأن الله قريب منا، الله قريب منا ليس بعيد. وإذا سألك عبادي فإني قريب. المشكلة أين؟ المشكلة نحن وضعنا حجوب بينه وبين الله. دورنا الآن الذي تقرب أن نسقط هذه الحجوب. وكما يقول دعاء أبي حمزة، ما أروع الدعاء، يقول وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. أعمالنا تحجبنا عن الله. الأغنية اللي أسمعها حجبتني عن الله عز وجل، الغيبة حجبتني، الكذبة حجبتني، الأكل الحرام حجبني عن الله، ولهذا ما أحس بالصلاة ولا أحس بالدعاء ولا شيء. لماذا؟ إذن الخلل هنا. ولذلك علينا أنه نشعر بأنه أشد وأوضح، وليس هناك حقيقة أصلا بالكون إلا الله عز وجل أبدا. هكذا يقول الفلاسفة أيضا، ليس من شيء. ذاك شاعر لبيد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا كل شيء ما خلى الله باطل، قال له صدقت. كل شيء بالكون ليس له علاقة أصلا، لأن الله تعالى هو الحقيقة الوحيدة بالكون، البقية هي كما يقولون ظلال ظلال. ولهذا أنه لما نقرأ السورة لم يلد ولم يولد، يعني الله تعالى لا تفرع منه شيء ولا هو متفرع من شيء. الآن الشجرة متفرع منين؟ من الحبة، النخلة من النواة، وتعطي تمر، التمر تفرع منين؟ من النخلة، النخلة جاية من النواة. الله لا جاي من شيء ولا شيء يخرج منه، لأنه إذا خرج شيء من الله عز وجل يعني صار له ثاني، وهذا غير صحيح، صار له شريك ونعوذ بالله. تقول هذه المخلوقات كلها المخلوقات ظلال الوجود الحقيقي الذي هو يستحق فعلا أنه نقول أنه هو موجود، هو الله عز وجل. ولهذا لما النبي سمع هاي الأبيات قال ألا كل شيء ما خلى الله باطل، لكن لما قال وكل نعيم لا محالة زائل قال النبي كذبا، هذا غير صحيح، لأن نعيم الجنة لا يزول، نعيم الجنة باقي. والشعر شعر جاهلي هو هذا النبي، لكن بعدين أسلم طبعا وحسن أسلامه. ولم يكن له كفوا، طبعا كفوا نظير، الله تعالى ليس له نظير، كما أنه لم يأتي من عائلة ولا يتفرع من عائلة، لا ما عنده أيضا كفوا ولا نظير له. ولهذا كما ذكرنا المعرفة، معرفة الله عز وجل سر نجاح الإنسان، فوز الإنسان. إذا رأيتم إنسان يفوز اعرفوا أنه هذا ماشي على ضوء المعرفة. قد تقول كيف فازوا هؤلاء اللي ما يعرفون الله أصلا، وكيف خسر الذين يعرفون الله عز وجل مثل المسلمين مثلا. أساس نحن نتكلم عن قانون العام، قانون الكون، يعني كل خسارة وكل فشل يرجع إلى ضعف المعرفة. إذا في مشكلة اقتصادية، مشكلة اجتماعية، مشكلة أسرية، مشكلة بالعائلة، أعرف في خلل في توحيد الإنسان وفي عدم معرفة في توحيد الإنسان في بالتوحيد، ولهذا يؤدي بذلك. بل أكثر من هذا، هناك حديث وأختم به وهو قد يعجب الإنسان من عنده. يقول إمامنا الصادق عليه السلام كما يروى عنه، يقول ما من طير يصاد في بر ولا بحر، طير ولا يصاد شيء من الوحوش إلا بتضييعه التسبيح. قد تتعجب أنه الطير، حتى الطير، حتى الوحوش، حتى الحيوانات هذه إذا تشوفها إنما صادها الصياد فاعرف أن هناك خلل. طبعا الآية تشير التسبيح، الحديث يقول التسبيح. نحن قد نتعجب،
يعني طيب يسبح؟ نعم. كل قد علم صلاته وتسبيحه. لا يا واضح. قد يتعجب واحد معنى هذا، معناته أنه هناك قانون، هناك نظام في الكون، كل شيء لابد يمشي ضمن النظام. متى ما يطلع الإنسان يتجاوز النظام يسقط. يعني الآن لو أن واحد صار حادث بالطريق بالسيارة وجاءه البوليس وقال له أنا ما أدري مثلا أنا غفلت أو كذا، لا يعذره، يقول في خلل، في خطأ صار، صار حادث لأن صار في خلل، تمام؟ سواء منك أو من غيرك. يقول أنا ما مقصر، واحد ضربني، نعم في خلل، صار خلق للنظام. يقول الحديث كأنه يشير إلى هذه النقطة المهمة، إنه لا تصوروا بس الإنسان، حتى كل شيء، حتى اللي نسميه جمال، حتى الحيوانات، هذه إنما تسقط هناك خلل معين صار منها أو من غيرها، منها أو من غيرها. قد تقول أنا الآن صار عندي مشكلة، مشكلة لماذا؟ المشكلة لا تعني أنه أنت أخطأت، قد يكون جارك، قد يكون أقاربك، قد يكون الحاكم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدبيرا، وظالم يحكم والناس يسكتون عليه فيدفعون الثمن. يعني في نظام، في قانون ماشي بالحياة، والإنسان عليه أن يعرف هذا النظام. ولهذا سر السعادة وسر الفوز وسر الشقاء أيضا هو هذه النقطة. كيف؟ الله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون. الفلاح هنا قد أفلح المؤمنون، إذا إنسان آمن بالله. وخسر من؟ المبطلون، خسر الذين لا ما عرفوا الله عز وجل، ما انفتحوا على الله عز وجل، عندهم خلل في عقيدتهم بالله عز وجل. هناك آثار يدفعونها، هناك مثل ما يقولون برايس، يعني هناك ثمن لازم يدفعوه. ولذلك نحن نقول هذه النقطة هذه جوهرية، مش فقط ثانوية، في أمور بحياتنا واجب يتعلمها الإنسان. كما الآن واحد يتعلم مثلا أمور دينه، الآن في كثير من الأكثر الرسائل تقول أن الإنسان يجب عليه أن يتعلم مسائل التي يبتلي بها، مثلا إذا يصلي الصلاة تحتاج إلى سورة الحمد واجب فيها، يجب عليه يتعلم الحمد، يجب، مش أنه هو يعني عجبه أو ما يعجبه، لا يجب يجي يسأل يقول أنا أغلط بالحمد مش قاريها، واجب، يعني إذا تركه سوف يؤثم، يتحمل وزر. هاي من الأشياء الواجبة، يعني يريد يصلي ويحتاج وضوء لازم يتوضأ، يجب عليه يتعلم الوضوء، يجب عليه. شنو يعني نسوي درس ولا تعال تعلم وضوء صلاة قرآن كذا مطنش، لأن هذا شغلة يعني من الفضول، لا، هاي من الواجبات. معرفة الله عز وجل من الواجبات، لأنه حتى تعطي الإنسان بحياته رؤية. إذا واحد ما يعرف الله يعبد من لا يعرفه، يعبد واحد ما يعرفه، كيف شكله؟ مثل ما الوهابية يعبدون واحد شاب، هيك يقولون، يقولون الله عز وجل شاب أمرد، يعني ما عنده لحية، وينزل كل خميس إلى من السماء إلى الأرض. واحد لما يعبد شاب أمرد غير ما يعبد الله نور السماوات والأرض، فرق كبير. فلهذا هذا يروح يقتل يفجر، وهذا الإنسان المؤمن يختلف، فرق كبير. فمعرفة الله عز وجل هي سر سعادة الإنسان، وهي سر استقامة الإنسان، طبعا لو عرف بحق يعني بأصولها على المنهج الصحيح. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نتعرف أكثر على الله عز وجل في هذا الشهر المبارك، شهر الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله صلى الله على محمد وآله محمد.